بالنسبه ليا ليكول هي واحد الحاجه كتمشي لها باش تتعلم، كل نهار كتمشي كتعلم حاجه جديده وكلمات جداد. انا وحشت فيها كلشي، وحشت فيها صحابتي، وحشت فيها الاستاذات، وحشت فيها المديرات، وحشت فيها كلشي. كيعجبني المات، كانت عندنا واحد الاستاذه اللي يعني اللي كانت ظريفه، داكشي علاش بحال خلاتني نتقرب للمات. انا الحمد لله زعما كيفاش تكون المدرسه، هو يكون عندك لا كونتين، يكون عندك فمثلا في هذوك الوقت ديال الفراغ ديالك يكون عندك كبير بزاف باش تلقى واحد الوقت اللي غادي تلعب به مع اصحابك. بغيت لكم الطب ديال الحيوانات، حقيقة الحيوانات واخا هكاك بحال تعجبوني. بغيت نكون موديليست حيتاش هذه الأمنية ديالي مش حال هذا.